شركة الدرة للسياحة، اختر الرفيق قبل الطريق. سنوات من الخبرة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، رعاية خاصة لأهلنا من كبار السن، إشراف طبي لرعاية حجاج بيت الله الحرام، مخيمات شاملة للوجبات وجميع الخدمات لتوفير سبل الراحة، مع المطوف المتميز أكرم بوشة، مشرفين على مستوى عالي من الخدمة والالتزام، مع نخبة من الدعاة يقدمون ندوات ودروس وإرشاد طوال فترة الحج. فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فضيلة الشيخ سعد عرفات، وفضيلة الشيخ مؤمن الأسود، فنادق على أعلى مستوى لجميع الفئات، راحة وأمان مع وسائل النقل جوا وبرا. شركة الدرة للسياحة، خدماتنا تتفوق على أسعارنا، اتصل بنا الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير وأهلا بيكم وحلقة جديدة والموضوع كبير. زعلان من أخوك، ما كنتش متوقع اللي حصل منه ده، صدمك في اللي حصل. طيب اسم بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقولك إيه في سورة القصص؟ سنشد عضدك بأخيك. مدام ربنا سبحانه وتعالى قال سنشد، يبقى سنشد. التعبيرات القرآنية دي مش صدفة، إن هو إلا وحي يوحى. فما دام ربنا سبحانه وتعالى قال لك سنشد، يبقى سنشد. معنى كده إيه؟ معنى كده إن الأخ سند، ومش أي سند، ده سند لدرجة إن ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن بالشكل ده علشان نفضل لحد يوم القيامة نقرأ الآيات دي ونفتكر ونبقى عارفين ومتأكدين إن الأخ سند. زعلك من أخوك ما ينفعش يتعدى ليلة مهما كان، حتى لو انت صح وهو غلط، مهما حصل ما تسيبش اخوك زعلان ليلة واحدة، لان اخوك في النهاية هو سندك. ما ينفعش تفرط في اهم علاقة موجودة في الدنيا بينك وبين اي حد، اخوك. الاخ مش بس علاقة ان هو هيحميك او هيسندك او لا، ده انت وهو شخص واحد، حاجة واحدة من صلب واحد. فازاي تقول لي او تقنعني ان انت ممكن تقعد سنين مقاطع اخوك، او سنين العلاقة بينك وبين اخوك مش ولا بد يعني لاي سبب مهما كان؟ ما تقنعنيش، مش ممكن اقتنع ان ولا القرآن بيقول ده، ولا العرف يقول ده، ولا اي حاجة في الدنيا تقول انك ممكن تقعد سنين مقاطع اخوك، او في بينك وبين اخوك زعل لدرجة ان انتوا مش متواصلين مع بعض. خليك دايما سند لاخوك، ما تفرطش في ان انت تكون السند ده، وما تستناش لما هو اللي يبدأ، خليك دايما جنب اخوك. هنطلع لفاصل، هستنى تليفوناتكم وهستنى تعليقاتكم اللي موجودة على ان شاء الله موجودة على الصفحة على الفيسبوك، والفيسبوك بيظهر قدامكم على الشاشة باستمرار طول الحلقة. خلونا على تواصل دايما بأمر الله، ونروح الفاصل ونرجع مع بعض تاني. شركة الدرة للسياحة، اختر الرفيق قبل الطريق.
سنوات من الخبرة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، رعاية خاصة لأهلنا من كبار السن، إشراف طبي لرعاية حجاج بيت الله الحرام، مخيمات شاملة للوجبات وجميع الخدمات لتوفير سبل الراحة، مع المطوف المتميز أكرم بوشة، مشرفين على مستوى عالي من الخدمة والالتزام، مع نخبة من الدعاة يقدمون ندوات ودروس وإرشاد طوال فترة الحج. فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فضيلة الشيخ سعد عرفات، وفضيلة الشيخ مؤمن الأسود، فنادق على أعلى مستوى لجميع الفئات، راحة وأمان مع وسائل النقل جوا وبرا. شركة الدرة للسياحة، خدماتنا تتفوق على أسعارنا، اتصل بنا الآن. من أهم الأسباب اللي تعمل مشكلة بين أخ وأخوه التنشئة، التربية من الأول. الأب والأم فرقوا في المعاملة بين الاتنين ولا لأ؟ بهمس لكل أب ولكل أم، ما تعينوش الشيطان على أولادكم، ما تفرقوش بينهم. ساعات كمان اختلاف القدرات بين الأخ وأخوه، حد أشطر من التاني، حتى أذكى من التاني، حتى دمه خفيف عن التاني، يرجع للنقطة الأولانية، يخلي الأب والأم يفرقوا بينهم. أو حتى لو ده ما حصلش، اختلاف القدرات ده بيخلي واحد منهم يغير من التاني، وتبدأ من الأول بقى، من البدايات، من التنشئة. كمان العصبية، لحظة الشيطان، لما يحصل مشكلة بين الاتنين ومحدش يهدي بينهم، وواحد تفلت منه كم كلمة والتاني ينفعل، ممكن الناس تمد ايديها على بعض، الناس تزعل من بعض، وهوب حصل خلاف. وعيش بقى على ده سنين وسنين والأخ مقاطع أخوه. كمان مرات الأخ في ايديها تكون مفتاح الخير ومفتاح الشر. كتير قوي من المشاكل اللي بتحصل بين أخ وأخوه بيكون سببها مرات الأخ، وساعات ما تكونش هي السبب، لكن في ايديها انها تحل، في ايديها انها تساعد. لازم تكوني مفتاح للخير، ما تقوليش وانا مالي. كمان الورث والخلافات المادية من الحاجات اللي لما بيحصل فيها مشاكل للأسف بتطول لسنين وسنين، أجيال وأجيال. وخلي بالك، لو واخد مال مش من حقك من أي حد فده حرام، فما بالك بقى لو كان من أخوك. يلا بينا نتمشى شوية ونشوف رأي الناس. سألنا الناس، آخر مرة زرت أخوك وقعدت معاه قعدة حلوة كان إمتى؟ هو آخر مرة أنا كنا قعدت أنا وأخواتي كلهم وقعدنا مع بعض قعدة حميمية وكويسة، ديت كان من حوالي شهرين ثلاثة بالظبط. وبحكم بعد كده ما قررناش القعدة ديت، بحكم ليا أخ في الجيش وفي أخ تاني حكم شغله والشيفت بتاعه مرة الصبح مرة بالليل، فنادرا على ما بتتكرر وبنقعد فيها مع بعض. يعني كنا قاعدين مع بعض امبارح بالليل بحكم إن إحنا قاعدين في بيت واحد طبعا يعني. فكل يوم بنتقابل بالليل. وتقريبا اخر مره كنا قاعدين مع بعض من اسبوع او 10 ايام تقريبا، وده طبعا بيرجع لعوامل كتير يعني، كل واحد في شغله مشغول مع اسرته بس كده يعني. كل اسبوع مثلا ممكن نقعد ساعه ساعتين بكتير مع بعض. وحبينا نعرف، لو انت واخوك زعلانين من بعض، مين بيبدا بالكلام، انت ولا هو ولا في حد تاني بيتدخل؟ هي المشكلة اللي بتواجهني بصراحة بعد وفاة والدي، أنا الكبير، فأي مشكلة بتحصل مع أخ من إخواتي أنا بحاول أحتويها، لو ما قدرتش يعني اللي أنا حلها بلجأ لعمي، ما قدرتش أحلها بلجأ لبعض الأصدقاء اللي هم موجودين مقربين من إخواتي، بعرض عليهم المشكلة وبحاول اللي هم إيه يتواصلوا معانا ونحل أي مشكلة. الحاجة طبعا بتحل النزاع ده على طول، بحكم اني قاعده كلنا بنتجمع تحت، فما ينفعش مفيش حاجه حتى لو مشكله صغيره كبيره لازم تتحل في وقتها. والله هو اولا واخيرا يعني انا بتمنى ان ما يبقاش في مشاكل، بس لما بيحصل مشكله مثلا او اختلاف او لا قدر الله في حاجه، هو الكبير طبعا فهو اللي بيبدا بالصلح. واسمع بقى راي الناس كان ايه لما سالناهم لو اخ مقاطع اخوه تقول له ايه.
والله هو ما ينفعش طبعا اخي قطع اخوه، يعني هو في الاول وفي الاخر يعني احنا شايفين اللي بيحصل في بلدنا دلوقتي، وشايفين ربنا سبحانه وتعالى كميه البلاء والوباء اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بها الدنيا وابتلى بها العالم دلوقتي. فالقصه كلها اللي احنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى ونعمل ونمشي بكلام الرسول عليه الصلاه والسلام ونفعل صله الارحام شويه، واي خلافات مش هتستاهل والله، ومش هتاخد وراها حاجه. الواحد يعني مش هيملك في الاخره الا اللي عمله بس. يعني لو اخ مقاطع اخوه ما ينفعش، الحاجه مش مستاهله، هزعل منه ليه؟ وهزعل منه لحد امتى؟ يعني انت شايف الدنيا ممكن في لحظه تقوم الصبح ما تلاقيش نفسك، هزعل ليه؟ وهزعله مني ليه؟ ما ينفعش. الاخ مش هيتعوض ابدا مهما كان الخلاف، ما فيش حاجه تستاهل ان انت تبعد عن اخوك ولا تزعل اخوك، وخيركم من بدا بالسلام. اوبا ما شاء الله، جاكيت جديد يا معلم. الجاكيت ده بتاعي. اقفل الدولاب احسن لك. ايه يا عم مش هتيجي المشوار ده بقى معايا؟ بس يا بابا. انت فين؟ لو احتاجك. خير يا حبيبي. انا جايلك. لما الاخوات بيزعلوا من بعض وتبدا القطيعه، للاسف بتبقى قطيعة أجيال، مش بس اتنين اخوات. خد الخطوة الأولى وما تستناش لما يجيلك، روح لأخوك خليك جنبه. ما وحشتكش قعدتكوا سوا وصوت ضحكتكوا جاي بآخر الشارع؟ روح له، ولو لقيته قافش اصبر عليه، هو في أغلى من الأخ عشان تستحمله؟ الواحد لما بينسى حاجة ولا يتخبط في حاجة بيقول أخ. الأخ غالي قوي، مفيش في الدنيا حاجة تعوضك عن أخوك. كان في ست طيبة قوي، لما حد من ولادها يجي لها يشتكي من أخوه تقول له معلش، بيحسبك أخوه. ما تبيعش أخوك ولا حتى عشان مبادئك، أصل لو أنت لوحدك مع مبادئك مش هتعمل أخ، إنما وأنت مع أخوك هتعمله مليون مبدأ. أخوك يا جدع. شركة الدرة للسياحة، اختر الرفيق قبل الطريق. سنوات من الخبرة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، رعاية خاصة لأهلنا من كبار السن، إشراف طبي لرعاية حجاج بيت الله الحرام، مخيمات شاملة للوجبات وجميع الخدمات لتوفير سبل الراحة، مع المطوف المتميز أكرم بوشة، مشرفين على مستوى عالي من الخدمة والالتزام، مع نخبة من الدعاة يقدمون ندوات ودروس وإرشاد طوال فترة الحج. فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فضيلة الشيخ سعد عرفات، وفضيلة الشيخ مؤمن الأسود، فنادق على أعلى مستوى لجميع الفئات، راحة وأمان مع وسائل النقل جوا وبرا. شركة الدرة للسياحة، خدماتنا تتفوق على أسعارنا، اتصل بنا الآن. ها لسه بتفكر؟ صدقني مفيش وقت. ما تستناش لما الموت يخطف واحد فيكم من التاني، مفيش وقت صدقني، ارجع لاخوك. طيب ناخد اتصال. الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كبير؟ طيب ماشي، عشان كده ما قالوش مين. ماشي. يعني رحب بالبشمهندس محمود العدوي اخويا،
وواضح ان الكنترول فيه تامر لان ما حدش قال لي ان هو قال لي في اتصال بس. فماشي يا باشمهندس. طب انت واخد تصريح الاول يا باشمهندس من الحاج والحاجه بالكلام ده ولا انت مقطع بطاقتك ولا ايه يعني؟ اكيد 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 قاعدين ما هم بيتفرجوا. يعني واخد تصريح يعني. طيب ماشي. امان امان اتفضل يا باشا. حبيب قلبي اتفضل حبيبي اتفضل. ازيك يا حبيبي وربنا يوفقك يا رب وربنا ينفع بيك الناس. وحلقه يعني لو هنتكلم عن الاخ فانت ما شاء الله عليك يعني نعم الاخ لكل اللي حواليك. فطبعا يعني ربنا يبارك لك ونتمنى يعني ان كل الاخوه كلهم كل الاخوات كله يعني كله يحافظ على اخواته وما يزعلش من اخواته. ويعني احنا الحمد لله يعني انت عارف يعني احنا من زمان الحمد لله زي ما انت ما قلت ربنا يبارك فأهلينا فبابا وماما يعني ربنا يديهم الصحة علمونا من وإحنا صغيرين إن إحنا ما نزعلش من بعض ودايما أنت يعني المرات القليلة اللي اتخانقنا فيها ما شاء الله يعني كنت دايما أنت بتبدأ يعني بس واضح يا محمود إن المرة دي هيبقى في خناقة كبيرة على البيع على الكلمة ده ديت يعني. يعني ماشي. لازم نشوف حل الموضوع ده لأن أنا كده دي بيع على الهوا مش بقى سهلة. انا المرة دي اصلحك انا بستسلم يا باشا. لا لا ما لازم تترد لك. لا 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 كبير. لا لا الكلام ده مش هيعدي بالسهل كده. لا, لا لا انت وكل من تآمر معاك يعني عشان تبقى عارف بس وهم سامعيني دلوقتي كل من تآمر معاك في الكنترول والناس الحلوين. انت انت طيب انت طيب. سعيد جدا باتصالك. ربنا يسعد قلبك ويدخل السعادة والفرحة على قلبك وعلى اهل بيتك وماشي ماشي ماشي ماشي. ربنا يوفقك ربنا يوفقك حبيبي. تسلم لي حبيبي قلبي. سلم لي على عندك بقى. ماشي هنتحاسب على الموضوع ده يا جماعه. هنتحاسب بعدين في الكنترول على الموضوع ده. ماشي اوكي. نكمل كلامنا. احنا بنقول ان الاخ كنز كبير قوي من ربنا سبحانه وتعالى. نعمه كبيره. فانا لو جيت عند الحاجات الصغيره ولا حتى الكبيره يا اخي وانا لو مش هسامح اخويا في الحاجات الكبيره هسامح مين؟ مين عندي اغلى من اخويا حتى لو هو غلطان؟ غلطان غلطان يا عم بس اخويا ما خسرش اخويا ما خسرش اولاد اخويا ما خسرش كل اللي جاي ورا اخويا ما خسرش حتى مرات اخويا تبقى علاقتي بكل حاجه ليها علاقه باخويا كويسه. ناخد اتصال تاني بس ربما ما يكونش مقلب. مقلب يا جماعه ولا ايه برضو أنا؟ طب كويس اتقطع ما عشان مش مقلب. ماشي. فان احنا لازم نكون بيننا وبين بين اخواتنا الدنيا تبقى سهله كده وبسيطه. اصل هيبقى زي ما اتفقنا هو في ايه اغلى من الاخ؟ انا هنقول حكايه بسيطه قوي كده. سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه كلنا عارفين سيدنا انس. طيب سيدنا انس بن مالك احد صحابه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له اخ اسمه سيدنا البراء بن مالك. يمكن اسم سيدنا البراء مش معروف قوي يعني. وكان المسلمين في معركة مع الفرس وكان سيدنا أنس وسيدنا البراء الاثنين في المعركة. الفرس في المعركة دي عملوا حاجة جديدة على المسلمين في الوقت ده. عملوا حاجة اسمها الكلابة. الكلابة قطعة من حديد عاملة زي المشبك كده بتتحط في النار لحد ما تنصهر تبقى يعني نار نار أحمر كده ويحدفوها من وراء الأسوار فتنزل تمسك بقى حصان تمسك فارس تمسك ايا كان مين تمسك فيه وتشده. فلو طلع وصل لهم سليم يبقى اسير وصل لهم منصهر يبقى قتلوه خلاص تمام. الكلابه دي مسكت مين بقى؟ تخيل كده سيدنا انس. طيب سيدنا انس لسه الكلابه ماسكاه وبتطلع بيه. مين اللي شايفه في اللحظه دي؟ اخوه سيدنا البراء. يتفرج يتصدم يقف يتهز كده؟ لا. جري سيدنا البراء مسك الكلابه اتعلق فيها ومسكها وفضل يفك فيها بالخنجر بتاعه وهي منصهره بالشكل ده يفك فيها يفك فيها لحد ما سلك سيدنا انس منها. وقيل ان سيدنا البراء قعد سنوات يتعالج لايديه لان ايديه تقريبا وصلت للعظم يعني اللحم والدم والكلام ده والجلد كل ده انصهر من حرارة الكلابة اللي كان ماسكها وفكها خالص وبقى على العظم تقريبا وقعد فترة طويلة وقيل أنه لم يشفى منها أساسا يعني.
ليه عمل كده؟ ده سوبرمان، ده حاجه خارقه اللي حصل ده. اخوه حبيبي يا سيدنا البراء، حبيبي يا سيدنا البراء رضي الله عنه. ناخد اتصال. اتفضل. ايوه، اتعرف بيكي، مين معايا؟ ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيكي. صديقه البرنامج وصديقه الصفحه و راسي من الشرقيه. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. هلا والله. والله انت لميت كل حاجه كنا عايزين نقولها. والله انا سيبك انت، انا مبسوط جدا باتصالك في كل حلقه والله، يعني دي حاجه تشرفني وتسعدني. حضرتك تستاهل اكتر من كده، ماشيين بتوجيهاتك وتعليماتك طبعا. ربنا يعزك، ربنا يعزك، ربنا يعزك. اللهم امين. ذوقك يا ذوقك. عايزك بقى تاكد على حته مرات الاخ دي يا استاذ احمد، تعرف ان في بيوت متدمره بسبب مرات الاخ، وكمان الاولاد الصغيرين بيطلعوا في مقاطعه ما بينهم ولاد العم. لا صحيح صحيح، بسبب ان باباه وعمه في خلافات دايما ما بينهم. يا ريت كل واحد يفهم ان الدنيا مش مستاهله في ظروف البلد عماله تمر بيها. وعايز اقول لك لو التربيه سليمه من الاساس وبين الاب والام البدايه خالص مش هيحصل ده كله. صحيح، وفعلا فعلا موضوع مرات الاخ ده فعلا انا في يعني في اكتر في سواء في اللقاءات يعني يمكن بقى منتشر اكتر من المرات. بقى منتشر جدا، وان وفعلا مرات الاخ من يعني من الناس اللي ممكن تصلح العلاقه قوي، ومن الناس اللي ممكن تهدمها قوي في ايديها. ده متخيله انها ممكن تغنيه عن امه وابوه كمان، هي كل حاجه بالنسبه له. ما هو ده تفكير، انا في رايي ان ده تفكير اعوج. ليه؟ لان انت هو مش طبيعه الدنيا كده، ربنا ما خلقناش عشان واحد يتجوز يقعد مع مراته وعياله وينقطع عن الدنيا كلها. والا كان هو من الاساس وهي من الاساس، لما كانوا في بيوتهم انقطعوا عن عائلتهم وهكذا، نبقى قطيعه، ما حدش هيعرف حد لو مشينا بالنهج ده. طبعا طبعا. الله يبارك لك يا رب، يكون البرنامج ده يفوق لأي حد مخاصم أخوه دلوقتي، والكلام يأثر فيه ويرجع جري صالحه ولو باتصال. يا رب يا رب يا رب يا رب, يا رب, يا رب. أشكرك. شكرا جزيلا. شكرا. أشكرك. طيب معنا تليفون تاني، مين معانا؟ أسماء. تفضلي يا أسماء. إزي حضرتك أستاذ أحمد، عامل إيه؟ أهلا بيكي، أهلا وسهلا بيكي. ألو. ايوه يا اسماء، ما سامعك، اتفضلي. حضرتك يا استاذ احمد، احنا بنستفيد من حضرتك وبنسمع كلام بجد جميل من حضرتك، بجد بتطيب للقلوب ما شاء الله على حضرتك، ونتمنى ان حضرتك تكمل معانا في برامج اكتر واكتر كتير. يا رب يا رب، دعواتك. ربنا معاك يا رب ويصلح لك الحال يا رب، وبجد بجد بنستفيد من خبرات حضرتك في السلوكيات كتير قوي 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 بطريقه يعني مش قادره اوصفها لحضرتك. ربنا يبارك فيكي. بس انا عندي سؤال ليكي بقى، طيب تحبي الفتره اللي جايه الحلقات الجايه قولي لي موضوع تحبي نتكلم فيه. ايه؟ قولي لي موضوع تحبي نتكلم فيه الحلقات الجايه ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله هتصل بحضرتك وغلق حضرتك وقال حضرتك الموضوع اللي احنا حابين نتكلم فيه فيما بعد. بس بجد حضرتك ما شفتش موضوع اصلا، مش عارفين نتكلم فيه. ربنا يخليك، انا مستني. ما شفتش موضوع غير واتكلمت فيه. ربنا يخليك، نستني تعليقاتك على اتكلمت على العلاقات الاسريه كلها ككل. استنى تعليق على الفيسبوك او رساله على الصفحه، والصفحه قدامكم على الشاشه يا جماعه دايما موجوده ان شاء الله. ابعتوا لي رايكم في الحلقات اللي فاتت وفي حلقه النهارده، وتحبوا نتكلم في ايه في الحلقات اللي جايه. يسعدني جدا التواصل معاكم دايما. شكرا يا سماء. شكرا يا سماء. طيب تليفون كمان. اهلا وسهلا، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا بقول لك ما شاء الله عليك انت واخوك، يعني ربنا يحميكوا كده ويبعد عنكم كده الشر ان شاء الله. يا رب يا رب. نتعرف بحضرتك يعني. انا ام ايمن. اهلا وسهلا ام ايمن، اهلا بيك. والله انت بتتكلم على الحلقه دي وانا قاعده انا بعيط يعني. انا انت جيت في وقتك والله يعني ربنا يطمن قلبك يا رب ويجمعك بحبايبك يا رب. الله يخليك. احنا 8 اخوات. واحنا يعني الحمد لله كويسين مع بعض قوي، وبعد والدي ووالدتي كنا بنتجمع كلنا والعيله وولاد خالاتي وكلنا، بس بعدنا بقى مشاغل الدنيا. فعشان مشاغل الدنيا وكده، وبعدين احنا كبار في السن، فاحنا بينا تليفونات بس يعني على طول تليفونات بس. طيب وعيالنا وعيالنا بعيده. الشباب الصغير، الشباب الصغير ام ايمن ليه يعني ليه ما يزوروش بعض؟ انا بقول لحضرتك حصل بقى موقف يعني ان ابن اخويا مات الاسبوع اللي فات. الله يرحمه ويغفر.
يعني هو شاب عنده 26 سنة، فأنا مش هقول لك يعني إحنا صعب علينا قوي إن إحنا بعاد وعيالنا كل واحد في شغله ومشاكل الدنيا، يعني إحنا مش هقول لك يعني حاسين ببعض قوي، يعني إحنا حاسين ببعض قوي. فأنا بقول للإخوات كلها محدش يبعد، محدش يبعد عن أخوه أبدا. والله يعني الموقف وحش، موقف صعب طبعا، وده اللي كنا بنتكلم فيه يا مؤمن والله، ان 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 ما بنستناش لما الموت يخطف حد مننا. ايوه الموقف وحش قوي، احنا يعني فيش بينا مشاكل، بس احنا الدنيا لهيانه تليفونات، وانا اخواتي حنينين قوي، اخواتي الرجاله حنينين قوي علينا، واحنا بنحبهم قوي، بس احنا بنزعل ان هم مش بيجولنا. يعني احنا كبرنا واحنا مش بنقدر مثلا نزورهم، هم مش بيقولنا باستمرار، بس هم برضو عندهم مشاكلهم وعندهم بيوتهم وعيالهم. بس عارف يعني انا بتمنى كده ان انا اشوف اخويا كل يوم، يعني عيالي وجودي مش هيعوضوني عن اخواتي ابدا. يعني انا مش عارف اتكلم ازاي والله. انا والله انا احس بيكي ومقدر جدا، لان البعد بي 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 البعد الناس بتفتقد يعني فيه حاجات كتير جميله. ابن اخويا اللي مد، انا كان بقالي شهرين ما شفتوش الا ساعه ما عمل العمليه من اسبوعين. فانا يعني حاسه ربنا يرحمه ويغفر له. بس احنا عايزين يا مؤمن نوصل قدام، ناخد بقى الخطوه ديت ان شاء الله. يا رب ربنا يثبتكم ويصبركم، ودعوه من خلال حضرتك لكل اخ او اخت بعاد عن اخواتهم ايا كان بقى، سواء في مشاكل او مشغولين. لا ما فيش، نقرب من بعض كلنا نتواصل طبعا. بس الدنيا طب الاتصال اتقطع. ان شاء الله سعيد جدا باتصال حضرتك، وان شاء الله ربنا يجمعنا في الخير دايما يا رب، كل اخ واخ واخت وكل الناس تتجمع على خير يا رب، وربنا يبعد عننا اي فرقه. ختاما روح لاخوك، اتصل بيه، كلمه، قول له عامل ايه يا قلب اخوك، قول له ده انا برضه اخوك. اشوفكم على خير، مستني تعليقاتكم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، ونتواصل على خير دايما يا رب، وحلقه جديده والموضوع كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة الدرة للسياحة، اختر الرفيق قبل الطريق. سنوات من الخبرة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام. رعاية خاصة لأهلنا من كبار السن. إشراف طبي لرعاية حجاج بيت الله الحرام. مخيمات شاملة للوجبات وجميع الخدمات لتوفير سبل الراحة. مع المطوف المتميز أكرم بوشة. مشرفين على مستوى عالي من الخدمة والالتزام، مع نخبة من الدعاة يقدمون ندوات ودروس وإرشاد طوال فترة الحج. فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فضيلة الشيخ سعد عرفات، وفضيلة الشيخ مؤمن الأسود. فنادق على أعلى مستوى لجميع الفئات. راحة وأمان مع وسائل النقل جوا وبرا. شركة الدرة للسياحة، خدماتنا تتفوق على أسعارنا. اتصل بنا الآن